على دروب المجهول تسير خطى البشر يوما بعد يوم، ولكن الإيمان بأن الأجمل قادم وأن التفاؤل هو أقصر الطرق التي تصلنا بالخير يجبر مخاوفنا ويقيم دواخلنا، كما هو الحال مع شجاعة الإقدام والإيمان بالدور الذي نقدمه الذي نمثله بذواتنا، الإقدام على التواجد والحضور والمحاولة لأجل القريب والغريب، لأن تحقيق الذات لا يقتصر على اتباع خطوات صماء حتى تصل بنا إلى جوهرنا، ولكن باتباع جوهرنا حتى يصل بنا إلى التمكن من الوصول بانتهاج أي خطوة وأي طريق. لذلك كان الإقدام سيد الصدفة، فهو الذي يشكل جزءاً كبيراً منها. عندما نقدم على الخطوة الأولى فإننا نصل قبل الغير، نتمسك بأماكننا، بضرورة تحقيق ذواتنا وبأهمية تحقيق منفعة للغير. قد لا نستطيع الإعداد للصدفة، وقد تفوتنا صدفة ضمن أطر كثيرة نعلم أننا لو كنا جزءاً منها لاختلفت مخرجاتها باختلاف معطياتها، لكننا بالتأكيد نستطيع الشعور بالحاجة، نستطيع أن نرى الأيدي الممدودة يميناً ويساراً تنادي بالنجاة، تنتظر اللحظة المناسبة التي تكتمل فيها جميع عناصر الصدفة، أو نقدم نحن على التواجد ومد اليد نحو اليد، ننهض جميعا ونخلق المزيد من الصدف ونصنع المزيد من المعجزات البشرية الصغيرة فعلا والعظيمة أثرا. السلام عليكم، معكم مريم مشعل الشمري من حايل، أشتغل مركز صحي وسيطة تمريض عام. اسمي وفاء محمد العنزي، أخصائية تمريض منطقة حايل، موظفة بمستشفى حايل العام، ممرضة بقسم العناية المركزة. اي هلا. اي لا توني مخلصه. تبون شيء من الطريق؟ تمام ان شاء الله. يلا بسم الله. طبعا في ذاك اليوم لما خرجت من البيت كنت على اساس اني راح امر اختي ببيتها عشان اخذها ونروح نكمل في الطريق لبيت اهلي. طبعا كان في السياره انا وزوجي وابني والعامله، واختي كانت موجوده معنا كمان.
أنا أشتغل بمركز صحي شفتين بس، اللي هو مورنينج وأفترنون. المورنينج من الساعة 7 الصبح لين الساعة 4 العصر، والأفترنون من الساعة 4 لين الساعة 10:30 بالليل. وذاك اليوم يوم الحادث كنت مداومة من الساعة 4:30 لين 10 بالليل، بس استأذنت من مديري وطلعت الساعة 8. شكله في حادث، وقف. وانا كنت طالعة من الدوام مستأذنة طبعا، بالطريق شفت ناس متجمهرة، دريت انه وكان في سيارة مفتوح الباب وواضحة الضربة، دريت انه حادث. وقفت، الحادث كان يسار، انا وقفت يمين الشارع ونزلت الشباك. انا كنت من جهة اليمين، من جهة اليسار اشوف الحادث. نزلت الشباك، قعدت اسمع، اسمع صوت شخير هذا اللي كان على الأرض. المهم قلت بنتظر دقيقة، إذا ما جو الهلال بنزل. المهم انتظرت دقيقة، ما جو الهلال، على طول نزلت، كنت مع السواق ونزلت. رحت الموقع، على نزلتي وقفت الشرطة. يوم جيت بدخل وقفنا الشرطي، قال لي يطردون الناس عن نفس مكان الحادث. قلت أبدخل وكذا، أنا ممرضة، وخلاني أدخل. كنت بعد طالعة من الدوام معي بطاقتي حقت الدوام، ودخلت. وقف وقف وقف. لو سمحتوا شوية شوية. لا شوية. أحط طلب الإسعاف؟ يوم جيت المريض كان لابس ثوب شتوي، كنا وقت شتاء، وكان الثوب خانقة من فوق. وجيت على طول جلست عنده، سألت اللي كانوا حوله، قلت دقيتوا على الهلال؟ قالوا إيه دقينا. قلت في أحد مع مقص؟ قالوا لا، في سكين. قلت إيه، عطني سكين. وعطاني سكين وقصيت الثوب. ويوم قصيت الثوب كذا حاولت إني أشوف، كان ضاغط مرة، لسانه على ضاغط سنونه على لسانه، كان ينزف من هنا دم، وكان هو اللي مسكر عنده مجرى تنفس. كنا ماشيين في الطريق فواجهنا الحادث. على طول طبعا ما ترددت، وقلت لزوجي إنه خلينا نوقف وأنزل أشوف وش الموضوع، إنه أساعد باللي أقدر عليه، خصوصاً إنه هذا شيء أشياء نواجهها عندي في الدوام، فمو شيء جديد علي. فما تردد ولا للأمانة زوجي، فعلى طول وقفنا. سبت ابني مع العاملة وأختي في السيارة وجرينا على الحادث على طول. تيم نام. لا صح يا سعاد، عشان ينام في الليل، لا يصحى لي بدري و لا حتى لو تعبان صحي يا حبيبتي، عشان ينام على 11 وينام طول الليل ويقوم بدري زي الناس. طيب ايش رايكم تنامون عندنا؟ لا اجيكم اليوم الساعة 12 بدري وناخذ ونروح البيت ننام. اي كذا تنام. وش ده؟ وش الزحمة دي؟ انتبه، اهدى اهدى. هدي 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 هدي. مهدي، لا تربشيني بعد. شكله حادث والله. وقف وقف على جنب، وقف هنا، وقف هنا على جنب. طيب الحين في حرمة، في حرمة شكلها زوجته. لا لا لا، الله يستر الله يستر. وقف وقف وقف. سعاد انتبهي على تي. شفنا رجل أمن، فللأمانة بالبداية منعنا أنه ننزل جوا موقع الحادث. فلم
على طول عرفت بنفسي انه انا ممرضه وانا حابه اساعد باللي اقدر عليه. فللامانه على طول سمح لنا انه ندخل جوا الموقع الحادث. السلام عليكم. اهدي انا ممرضه. انت قربي له؟ لا انا ممرضه. يا جماعه في احد يعرفه؟ ما حد يعرف. طيب معلش اشيك على النبضه. امسكي. النبضه ضعيف لكن تنفس. خليني اشيك مره ثانيه. اعطيني يده. احتاج مناديل؟ لا ما يحتاج شكرا. يلا اعطيني يده. اعطيني. امسكي. طيب تمام. امسكي. فهمتي راسه؟ طيب الجزء اليمين تقريبا معدوم. طيب انت معك رويد بتفيسه؟ لا والله ما بس. طيب امسكي. لما نزلت موقع الحادث جيت لقيت كم شخص، يعني مو كثار، يعني 5-6 تقريبا كذا. للامانه ما اذكر بالضبط كم شخص بس تقريبا ما كانوا كثار. ف على طول صرت، كان نفس المصاب كان على الأرض يعني مستلقي، فماني عارفة قبل أجي إيش كان الموضوع. فجيت لقيت في بنت كانت موجودة، أنا كل فكري كانت زوجته، بنته، أخته، أنا ماني عارفة بالضبط مين. فهي سألتني أنه أنت مين؟ قلت أنا ممرضة. فقالت وأنا كمان ممرضة. قلت أنا أوكي يعني تمام، إذا كذا في أحد راح يساعدني بالموضوع. وبس وانا جالسه يعني احاول اني افتح، جت الاخت وفاء. اول ما جت سالتها قلت انت ممرضه؟ قالت ايه. وجلسنا نتساعد انا وياها في المريض. نفس المصاب كان ينزف اكثر شيء من الجهه اليمنى، كان نفس الاصابه كانت على اذنه اليمنى شوي على راسه، فكان ينزف حيل. فما ترددت على طول اشيك على نبضه بشوف إذا هو في نبض أو لا. إذا ما في نبض أكيد دايركتلي بنسوي له CPR ونسوي له إنعاش. وفجت وقالت لي يعني أنت شيكي على البلس من اليد، وهي جالسة تسوي له من هنا كذا تسوي له مساج عشان يفتح فكه، بس إنه خفنا إنه نحرك رقبته إنه نضغط كذا ولا نحرك، لأن الضربة كانت من الجهة اليمنى كان في نزيف يعني، بس خفنا نسوي شيء ولا حاجة بعد تسبب الأشياء ثانية. للأمانة كان المصاب شوية ما شاء الله يعني أوبيز يعني سمين شوي، فشيكت على نبضه في مكان نبض، فشيكت على البلس ما كان واضح أبداً. فانتقلت للمرحلة الثانية أني أشيك مكان ثاني. فلما شيكت من هذا المكان حسيت فيه، حسيت بالنبض انه الحمد لله انه في نبض فما يحتاج اي انعاش او شيء. فقلت انتقل للمرحله الثانيه. انا حمسك الفم، حاول تفتحي فمها. ايوه دلكي ايوه. عزيزي تسمعني، حاول تكون حاول تجاوب معنا. الله يسعدك. بالضبط، خليك معنا، انت بخير تمام، انت بخير. حاول تفتحي. افتحي. دخلي يدي. تمام 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 تمام. يا جماعة أي شيء نحاول نثبت فيه لسانة، اتصرفوا اتصرفوا. قاعد يضغط على يدي. امسكي. خلاص مب. امسكي يدي زي الناس، ما عندنا حل ثاني. كان لحظتها المصاب كان أسمع صوت شخير، يعني صوت قلت فجاب بالي لحظتها أنه يمكن يكون بالع لسانه، ما كان يتنفس مضبوط. فقلت أساعد بأقصى طريقة أنه أحاول أني أطلع لسانه عشان ما يختنق، أنه لسان إذا أي شخص مصاب أنه بلع لسانه هنا راح يسبب له اختناق، فلو يكون عنده نبض بيموت من الاختناق. يا عمي أخوي خليك معايا، هذا عرض لسانه مو بالع، انا ماسكه لسانها الحين ترى، بس ماني قادره اتحمل، ترى قاعد يعض يدي. قلت له صابع. ما عندنا حل، اخاف يبلع لسانه. خليك معايا. لا دقيقه. يسمعني أيوه. مو قادر يجاوب. ايوه بس انا ماني قادره امسك. بس خلاص شيل اصابعك. شيل اصابعك. اخاف يبلع لسانه. لا شيل اصابعك، انا بحاول. طب امسكي. شيل اصابعك، انا بتصرف. شيل. طب امسكي. كلمتوا الاسعاف يا جماعه؟ جاي اتكلم. اخوي تسمعني؟ أخوي أنت بخير؟ خليك معايا.
الضربة كانت أو نفس الموقع الحادث بما أنها كانت أكثر شيء مؤثر على الأذن وعلى الرأس، فكان جداً شاد على أعصاب الفكين، فكان مسكر وبقوة، يعني مو مسكر وبس، فكان جداً في 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 قوة بالفكين إنه مسكر. فناديت قلت في أحد من عائلته هنا موجود أبي يعطيني اسمه عشان أنادي عليه، فقالوا لا هو كان لحاله بالسيارة، فأنا ماني عارفة بالبداية إيش كان، فقالوا لحاله بالسيارة مو عارفين اسمه. فصرت يعني أحركه مو بس إنه عشان ينتبه علي أو شيء، فصرت أنادي يا عم تسمعني، إذا تسمعني بس ساعدني بس وأرخي فكك لأني أبغى أشوف لسانه إذا هو باله أو لا. فإلى الآن شاد، فصرت أسوي شوي مساج عشان بس شوي الفك عنده يرتخي، فصار يتعاون معي إنه سامعني، فصار شوي 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 يفك عند الفك عنده. خليها زي ما احنا ايوه، حاولي تدلكي، طب حاولي تدلكي لانه ما في اي تجاوب، حاولي تدلكي، هو مستوعب بس ما هو قادر. حرك عيونك اسمعنا، حرك عيونك معلش اهدى يا جماعه، اتصرف الان، حاولوا تتواصلوا مع الاسعاف اسرع. لحظتها لما تجاوب معي والحمد لله يعني حاول يرخي الفكين وتجاوب، فحاولت اني ادخل الاصابع الاثنين جوا فمه عشان اشيك على اللسان عنده، فالحمد لله كان مو بالع ولا شيء، ولكن اضطريت حزتها طبعا ما كان معي اي شيء اسعافي او لا جلافز لا شيء انه البس او كذا، ف بيديني حاولت انه قد ما اقدر، فقط كان تفكيري انه بس شلون احمي انه ما يختنق او يتسبب لوفاته لا سمح الله، ولكن هذه لحظتها كنت افكر فيه، فعلى طول ما ترددت انه دخلت اصابعي وشيكت على لسان. لحظتها كنت كانت زميلتي مريم، كانت هي بنفس الوقت كانت تشيك على البلس وانا حاطه ايدي على نفس لسان نفس المصاب، وكنت قايلة لنفس الأشخاص اللي كانوا موجودين إذا كلمت الإسعاف أو لا، فقالوا لي إنه اتصلنا فيهم هم جايين بالطريق. فلحظتها كنت طالبة من مريم إنه هي تشيك على البلس وأنا أكون ضغط على اللسان عشان أنا خايفة إنه يبلع الوقت ما يجون الإسعاف، فالوقت اللي ما نحس فيه بالبلس رح نبدأ إنعاش. هلا روي يا جماعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. جو الإسعاف ذيك اللحظة، فأنا كنت أبغى بس الايرواي، في اداه نسميها ايرواي، هذا نحطها جوا فم اي مصاب عشان بس ما يحاول انه يعض على لسانه او تحميه على الاقل من هذا النوع من الاصابات. فجو الاسعاف ونزلوا المسعفين، فعلى طول صرت انادي عليهم انه هاتوا جيبوا معكم الايرواي، الاداه هذه الايرواي. لحظتها كان رجع مرة ثانية المصاب، وصار يضغط 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 على أصابعي إنه الكثرة النزف اللي صار معاه وإن الضربة كانت أكثر شيء على إذنه ورأسه، فصارت أتوقع الأعصاب جدا، رجع مرة ثانية وصار يشد نفس أول ما شفته، فصار يضغط أكثر شيء على أصابعي، فقلت الحين إذا شلت أصابعي بيعض لسانه، أنا ما أبي توصل لهذه المرحلة. فالحمد لله جو المسعفين يعني ما تأخروا، وناديت عليهم أول ما نزلوا ناديت عليهم وقلت لهم وأنتوا جايين جيبوا معاكم الإيروي معكم. وحنا جالسين نباشر الحالة، جو الهلال الأحمر طلبنا الإيروي منهم، أعطونا الإيروي، فعلى طول جابوها وحطوها في فمه، كملوا شغلهم يعني
أخذوا ودخلوا جوا الإسعاف، فكنت أنا منتظرة إنه إذا كنت للأمانة راح إنه أركب كانيولا أو شيء إذا يحتاج يعني، فإنه قالوا لا خلاص إلا هذه اللحظة إحنا بنأخذه وبنودي المستشفى. حبيبتي يعطيك انت العافية، ما قصرتي. الله يسعدك. فعلا انا زي ما عرفت بنفسي، معليش. هلا والله، انا مريم الشمري. نعم الله، نتقابل بمكان احسن ان شاء الله. عليك السلام. ان شاء الله باذن الله. للأمانة لحظتها كان الدافع اللي خلاني انزل من السيارة هو كان دافع إنساني أكثر من مهني للأمانة. هذا شيء أنا كثير أواجهه يعني بحكم وظيفتي، بحكم عملي اللي أنا أشتغل فيه، بس لحظتها أني حطيت نفسي مكان أهل المصاب، يعني حطيت مكاني مكان أمه، مكان زوجته، مكان أخته، مكان يعني حاولت اني ابغى انه اساعد باللي اقدر عليه عشان بس اهله، يعني حطيت نفسي بالموقف هذا. فكان للامانه كان انساني اكثر، يعني يمكن لو اني ما كنت ممرضه او شيء ما اقول لك انه ما راح احس او ما تجيني الاحاسيس نفسها اللي جتني ذاك اليوم، بس بما اني بطبيعه شغلي اشوف كثير مشاعر الأهالي يعني لما يجون عندنا بالمستشفى، أو يعني أشوف ألمس هذا الشيء بعيونهم، فكان هذا الشيء من داخلي أكثر. تقولين إنه كنت حامل، هذه كل لحظة أصلاً أنا كنت ناسية إني حامل. لما نزلت للأمانة نسيت إني حامل، متى تذكرت لما رجعت ركبت في السيارة حزتها اللي تذكرت إني حامل، ولكن الحمد لله يعني كنت راضية عن نفسي، يعني لو يعني قررت نفسي لو إني ماشية ذيك اللحظة ما أدري، ما أتوقع إنه كان في شيء حلو داخلي أمانة. فالحمد لله حاولنا إنه ريح ضميري ذيك اللحظة. تلقينا خبر موقف البطلتين مريم الشمري ووفاء العنزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نفس ليلة الحادثة، بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الواتساب، تويتر، سناب شات، موقف البطلتان مريم الشمري ووفاء العنزي ليس الأول في منطقة حائل ولن يكون الأخير إن شاء الله، فقد سبقهما الكثير من أبناء وبنات منطقة حائل في هذه المواقف البطولية، ليس على حوادث السير فقط، حوادث مختلفة سواء كانت في محيط العمل أو كانت في محيط آخر. أبناء منطقة حائل ولله الحمد حريصين على تلقي دورات الإسعافات الأولية التي تقيمها سواء جهات حكومية أو جهات خاصة استعدادا لهذه المواقف. طبعا قبل كل شيء لو الله يعني ثم زوجي أمانة، وأنه سمح لي أني أنزل مثل هذه الحالة، لا نزلت ولا حاولت أني أساعد ولا شيء، بس كانت الردود بعدها كلها إيجابية، يعني شيء جميل جميل جميل، ما توقعت أبدا ولا 1% أنه الناس تكون كذا ردودهم. للأمانة كان جوالي أسبوعين ما يسكت رسائل مكالمات من ناس أعرفها وناس والله ما أعرفها، كلهم يتصلوا ويباركوا وما شاء الله وش سويتي، يعني من هالكلام، فكانت ردود جدا جميلة، يعني شيء تحفيزية إيجابية. ما راح أقول لك إنه ما جاني ولا رد سلبي بالموضوع، ولكن أقدر أنا أقول لك 99.99% كانت الردود كلها إيجابية. رجعت البيت، لقيت أختي، قلت لها عن الموضوع،
اني شفت حادث وسويت كذا وسويت كذا. وبعد يعني ممكن نص ساعه او ساعه بدت تجيني اتصالات ومقاطع ومدري ايش، وشوف التويتر وشوف مدري ايش، اكتشفت ان الموضوع وصل ترند. يعني هناك ولله الحمد في المجتمع السعودي عامه دافع حب العمل الانساني، تقديم الخدمه كإنسان وليس كعمل أو كصلب العمل، أيضا حرص الأبناء المجتمع السعودي لله الحمد على تقديم الخير للغير، وهذا لله الحمد تربوا عليه من أبائهم وأجدادهم. وكما أن المجتمع لله الحمد الآن بدأ بالمنافسة في هذه الأعمال الإنسانية وتقديم لها أو تقديمها حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس إلزاما مباشرة موقع محدد أو مكان محدد. وسائل التواصل الاجتماعي الآن تزخر في الكثير من النداءات، الشعب السعودي في كثير من المواقف أعطى صورة حسنة ولله الحمد عن حبه للعمل الإنساني بأي شكل من الأشكال. كرماً أمير منطقة حايل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، ومدير الشؤون الصحية بمنطقة حايل الدكتور حمود الشمري. طبعاً أولى الجهات اللي كرمتني أمير منطقة حايل، الأمير عبد العزيز بن سعد عبد العزيز آل سعود، وأيضا ما أنسى مدير عام الشؤون الصحية دكتور حمود الشمري. طبعا جدا أشكرهم على التكريم اللي كان تحفيز إيجابي أمانة لي، خصوصا من أمير منطقة، يعني شيء مو سهل أمانة. فجدا كان شعور جميل لما تواصل معي وتم تكريمي من قبله ومن قبل مدير عام شؤون صحية بمنطقة حائل. فذيك اللحظة خلاص أيقنت أنه الحمد لله ذيك الموقف أنه سبب صدى، وأنا أمانة ما لحظتها ما كنت عارفة أنه في تصوير، في مقطع راح ينتشر، في شيء من هذا القبيل. بس الحمد لله على كل حال، يعني في كثير جهات كرمتني وقدرت هذا الموضوع اللي صار، ولكن أنا لحظتها للأمانة ما كنت منتظرة ولا تكريم ولا شيء، يعني فمريحة ضميري من داخل الحمد لله على كل حال. فبس كل التكريم اللي صار سواء من الأميرة المنطقة أو مدير عام الشؤون الصحية أو من كثير أشخاص كرموني، ما أقدر أذكرهم أسماء أو شخصيات، خايفة أنه أنسى، فأشكرهم جميعا. أيوة، مرة كنت في مكان عام وفي شخص أغمى عليه، حاولت أساعده لكن التجمهر على الشخص منع شوية، حاولت أشوف أحد أسأل، يعني للأسف المتجمرين أكثر من اللي بيساعدوا بيكونوا على الموقف. واجهني كذا طبعا أكثر حادث مروري، فأنا عندي الخلفية اللي الإنقاذ المصاب أو إسعاف المصاب بالشكل العام، ولكن الزحام ما قدرت أوصل يعني أو أني أتكلم عن التجاهل للناس، كان في تجمهر بزيادة. واجهت قبل كذا موقف كان صعب علي أني أقدم فيه المساعدة، هو غرق أحد من صديقاتي. من المشاكل اللي ما خلتني أقدم فيها المساعدة أني ما كنت أعرف أسبح. واجهني مرة حادث تقريبا، وبسبب ضعف أنه ما أخذت دورة في الإسعافات الأولية فما حبيت أني أجازف أخش في شيء أنا ما لي فيه. نعم، واجهت موقفين تقريبا، واحدة كانت انخفاض سكر وكانت حالة إغماء. الصعوبة كانت إنه ما شاء الله الصلاة على النبي كانت من ذوات الوزن الزايد شوية، فما مداني أتمالكها.
اي طبعا هحاول باللي اقدر عليه لين اساعده ان شاء الله. أكيد كنت راح أستمر في مساعدة لأنه هذا بني آدم وما فيش أحد جنبه، أنا الوحيد اللي شفته، فلو ما استمريت في المساعدة وسبته ومشيت أكيد ضميري راح يأنبني، يعني ما راح أكون مرتاح إني شفت بني آدم محتاج مساعدة وما فيش أحد جنبه وأنا الوحيد اللي أقدر أساعده. طبعاً هو حسب الموقف، حسب موقف الحادث أو المصاب، إذا كان مثلاً يستوجب إني أساعده فأساعده بأي شيء، يعني فيه أولويات، يعني إذا وصل مرحلة مثلاً إنه مرحلة الوفاة لا، هذاك الوقت حتى لو كان إصابته تضاعفت لازم أقدم مساعدة. هأستمر بس إذا كانت المصاعب قوية ممكن ترجع لي بضرر، ما أتوقع كنت راح أسويها. نعم هذا واجبك كإنسان أولاً، وثانياً كإنسانة تنتمي للنطاق الصحي برضو من أبسط واجباتي. حسأل الناس الموجودين، حعمل سيرتش في جوجل، حتصل، يعني ما حخلي الموضوع زي ما هو، أو إذا ما قدرت حمشي طبعا. في الحالة دي أنا ما عندي إني غير أتصل بالإسعاف أو أتصل بالشرطة، هم اللي ممكن يجوا، يعني لأنه ما عندي أي خبرة في الإسعافات الأولية ولا إيش الأولويات، ممكن يكون مريض سكر أروح أديله شيء مثلا أبغى أساعده أقوم أجيب له مشكلة تانية، فأول حاجة حيخطر في بالي إني أكلم الشرطة أو سيارة الإسعاف على أساس يجوا ينقذونا، يعني ينقذون الموقف. أول شيء طبعاً أي حادث أو إصابة أو سواء كان في المنزل أو طبعاً إذا ما قدرت أنا أسعف المصاب في شيء بديهي، حتى لو قدر مثلاً هذه الأولوية إني أسعف أنا، والخطوة الثانية أتصل على الهلال الأحمر. إذا ما كنت أنا من نفسي أقدر أني أساعد الشخص هذا المصاب، فممكن أني أطلب مساعدة أحد ثاني. بحاول أنه أتصل الإسعاف وأسوي ما اللي بوسعي، ما أقعد واقف وقوف المتفرج. هي أهم نقطة أنك أنت أنك الشخص اللي قدامك لو متعرض لحادث، أهم شيء أنك ما تقرب منه، تحاول أنك إذا يحتاج مساعدة مثلا أنك إذا أنه ما يتألم انك بس تنزله من السياره لو تقدر، بس اما تخاف انه مثلا في كسور في شيء في العمود الفقري لا سمح الله، انك تقرب منه تزيد حالته. بالعكس انت لما تشوف الشخص المصاب حاول تساعده باكثر ما عندك، بس انك ما تحركه زياده. في الحقيقه ممكن اتردد اذا حسيت انه في ضرر علي، ممكن اتردد، لكن برضو في أثناء التردد حاستعين بأي شخص يعني ممكن يقدر يساعدنا في الحكاية دي. أي عادي إنسانية، عند أي شخص عنده إنسانية، حتى لو واحد بيتضرر بيساعد الإنسان هذا اللي قدامه إذا كانت مساعدته يعني بترجع الحياة. قال الله تعالى في سورة المائدة: ومن أحياه كأنما أحيا الناس جميعا. مساعدتي توقف على الشخص المصاب إذا كانت حتسبب ضرري، لأنه إذا ضررت أنا نفسي فما حقدر أني أساعد، فممكن أني أطلب أحد أنه يساعدني يكون له خبرة أو علم في هذا الشيء، هيكون أحسن. الأولوية للمصاب ولحياته لإنقاذه، حاحاول أنقذه بشتى الطرق، حتى لو أنه في ضرر علي أنا مو مشكلة، أنه ضرر بسيط ولا أنه إنسان يفقد حياته في المقابل. صراحة أنا ما تهمني يعني أني أتضرر أني مقابل أني أشوف شخص قدامي يحتاج مساعدة، لا بالعكس أحاول أساعده بأكبر ما عندي، وما يعني لما تشوف شخص يحتاج مساعدة لابد أنك تساعده. رغم أني عارف ممكن ردود أفعال الناس أو أقوالهم في حالة أنه بادير حشود، يعني يقول لك هذا إيش دخله أو إيش له صلاح، لكن هحاول أني أقدر أساعد الناس اللي هم بيسعفوا وأني أقدر أدير الحشود، ممكن أقدر أسويها. طبعاً هذا عمل إنساني، سواء كان أنت قدمت الإسعافات الطبية أو قدمها غيرك، ولكن ممكن أنت تقدم شيء ثاني اللي هو مثلاً يعني أنه نصح الناس للابتعاد،
فكر مثلا الاختناقات المرورية مثلا كانت سيارات وكان حادث مروري، فواجب عليك انك تساعد تعمل عمل ايجابي طالما انت في موقع الحادث هذا، هذا شيء واجب عليك. المشاكل هذه دائما تواجه سواء في الحوادث او في اشياء ثانيه، تسبب توتر غالبا للمصاب نفسه وللي قاعد يساعد، فاهميه انه يكون في احد ينظم هذه الاشياء او هذه الامور مهمه جدا. لو انا ما كنت اقدر اني انا انظم حاطلب احد، او ممكن ان انا اضحي باني ما اساعد واكون ويكون في احد احسن مني وانا انظم. بالطبع حوقف وحمشي سير حساعدهم بالشيء اللي اقدر عليه. مهما صغر دورنا او تضاءل وسط تشكيك من حولنا، لا يؤثر مثقال ذرة على جوهر الدور بحد ذاته، فينبع صدق الافعال من الدواخل غير عابئ بما يراه الآخر. ما يهم هو صدق الإقدام وترتيب الصدفة، ترتيب القدر ليختار من يختار ليقوم بدور البطولة. تكبر الأفعال بمن يقوم بها، فهي وحدها خالية من المعنى ومن الجدوى، حتى يتدخل عنصر الإنسان فيضرب في ألوانها الحياة ويوقظ في دواخلها حسه بالتواجد وبإقامة صفوف البنيان المتراصف الذي يشد بعضه ببعض من أجل أن يبقى صامداً مقداماً وجاهزاً لمواجهة الصعاب ومواجهة تراتيب الصدفة. منذ دوافع الأفعال وحتى اللقاءات الأخيرة شديدة الترتيب وغير المنتظمة، حتى في أواخر الرحلات تظهر للحكاية وجوه أخرى لا نعرفها، يقودها التخطيط تارة والإقدام نحو ألاعيب الصدف تارات أخرى، ولكننا نعلم أننا جزء من كل خطة يتقاطع فيها تواجدنا المكاني أو الزماني مع مخططات وتقادير وتدابير تجمعنا مع من هم حولنا. وكلما ازدادت الروابط كلما ازداد التعقيد وازدادت فرص الصدف لتجمع ما بين المحتاج والمقتدر ولتظهر معادن الأبطال وهمتهم التي لا توازيها همة في مقاومة الصعاب والشدائد، وتحمل كل خوف يهيم بالروح المقدامة الأبية التي لا تنفك تحارب من أجل الفرد والجميع.